هاي بنات، شو اخباركم؟ شو مسوين اليوم؟ راح اسوي لكم لوك وايد حلو، لوك شتوي مدام داش فتره الشتاء. الحين راح يكون ميك اب وذاوت فاونديشن، يعني ما راح يكون في فاونديشن ولا راح يكون في كونتور كريمي، والبرودكت اللي راح استخدمهم راح يكونون اقل سعرا او البديل الارخص. راح استخدم هذا السوفت لايت بوك من ميك اب فور ايفر، راح استخدم الدرجه الفاتحه، هذا راح يكون بديل الفونديشن، هذا هو لمعه ليكويد راح احطه على كل البشره. هذه الرموش The Queen H، اسمهم شوغر خلود، حصري عندي بالبوتيك.